إلا أن البعض راهنوا على أنني لا أستطيع العودة لتلك الانتخابات لتأخر الوقت أولاً، ولعدم قناعة القواعد الشعبية بذلك. وأنا أراهن أولاً على طاعتكم المعهودة دوماً في الشدة والرخاء وفي أي قرار أتخذه مهما كان. لذلك فإنني على يقين أننا وإياكم أيها الأحبة سنخوض تلك الانتخابات بعزم وإصرار لا مثيل له، لأجل إنقاذ العراق وإصلاحه من الاحتلال والفساد والتطبيع والتبعية.